الحقيقة قبل أيام بنتي حصة الله يحفظنا ولكم جت وشافت فيه شيب فيه شيب بدأ يطلع شيب. قالت يالله يا أبوي. قلت إيش فيه؟ تروعت. قالت والله بدأ الشيب يطلع فيك. قلت يا بنتي خلاص ما عاد ورا لا الصغر إلا كبر وما عاد ورا الشباب إلا شيب. فعجبتني كلامها وكتبت قصيدة. ابغاها صوت عاد ابغاها رفع صوتي. اي ابشر صوتي الجميل إيه؟ الله يسر امرك. صلوا على رسول الله. اللهم صل على محمد. قلت يا مهجة الدنيا وسعدي وبشراي سمية امي والوفا في وصاله ذكرى الفقيدة والفقيدة هي فرقاي وانتي عزاها يا معاني لصاله. الشيب يا حصة بدا في محياي والحال انا يا بوش مدري بحاله فوق أربعين العمر في وسط دنياي يمشي زمنا بس من هو وعاله. تعبت في الدنيا وانا حث مسعاي واصبر مصيري واتخيل خياله. وايامنا تسعى وانا اشوف مبناي واقيس مبنايه ولا اشوف جاله وابني على الامال تسويف هقواي ومدري عنا الاقدار كيف المقاله. يا ما حكمت ايام واجيب معناي ويصبح لي المعنى على غير حاله. مبكاي في ضحكي وضحكي بمبكاي واللي وصلته يوم بعجزة وصالها أسقي شجر الأيام وزيد سقياي والفال فال الله وأنا أحب فاله. سلام يا سلام. ما شاء الله يا بيض الله وجهك الله يسعدكم جميعا.